نسهل النشرة مع العناوين. دياب من الدمان، موضوع الحياة سياسي بامتياز ولن أستقيل. أولى نتائج السلة الاستهلاكية، انخفاض ملموس في أسعار اللحوم. غاد عون، ما يجري من تعدي يشكل تطاولا فاضحا على سلطة القانون. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. من الديمان، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، شدد رئيس الحكومة حسان دياب على أن البحث تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه اللبناني إثر الصعوبات المالية المتراكمة. دياب أكد أن موضوع حكومة حزب الله أصبح أسطوانة مكسورة، وموضوع الحياة سياسي بامتياز وبحاجة لحوار سياسي عميق بين كل الجهات السياسية وإلى وضوح لفهم أبعاد الحياد، مشيرا إلى أنه لن يستقيل لأنه في حال استقالته لا بديل، لن يكون موجودا بسهولة، وتصريف الأعمال لفترة طويلة جريمة بحق اللبنانيين. موضوع حكومة حزب الله هي صارت أسطوانة مكسورة، بعتقد ما بقى حدا عم يسمع لهالموضوع. بس على كل حال، موضوع الحياد هو موضوع سياسي بامتياز، وبالتالي طبعا كلكم تعرفوا صاحب الغبطة هو جامع الكل في لبنان، وبالتالي هيدا الموضوع بالذات بحاجة ل حوار سياسي عميق من كل الجهات السياسية بلبنان. الموضوع يعني التأييد أو عدم التأييد، يعني نحن عم نقول إنه هيدا الموضوع بحاجة لوضوح لحتى ينفهم شو أبعاد الحياد، لأنه مثل ما شايفين ناس مع وناس ضد، لأنه تفسيراتهم لهيدا الموضوع بتتفاوت. لابد من حوار في هذا المجال حتى بالفعل نكون على نفس الصفحة. في موجة قوية من الداخل وأيضا من الخارج مش عم بتضر بالحكومة، عم بتضر بلبنان. هذا الموضوع ما موضوع بيسقط الحكومة، هذا بيسقط لبنان. هالمواقف، يعني أنا بدي أفهم شغلة، أنا فيني أفهم المواقف السياسية ضد الحكومة، وهذا حق ديمقراطي لأي جهة سياسية أنه تأخذ موقف سياسي ضد الحكومة. بس أنا ما فيني أفهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي أنه يكون في مواقف ضد لبنان. مش هالثلاث أشهر وهالحكومة يلي وصلت البلد للوضع المالي اللي نحن فيه، للأسف الحكومات المتراكمة على 30 سنة، مش هيدي الحكومة بثلاث أشهر اللي وصلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي اللي نحن فيه، هي حكومات متعاقبة. نحن بعدنا عم ننظف بين الركام. شو مغزى المناكفات السياسية بما يختص الIMF؟ لوين وصلت؟ أخرتنا شهرين، شو عملنا؟ نحن هلأ وصلنا لنقطة طوينا الصفحة وقبلنا بالخسارات يلي قعدنا شهرين نحكي عنها، وهلأ عم نحكي عن توزيع الخسارات، وبالتالي البرنامج يلي ممكن نبحث فيه نحن والIMF على صعيد السنوات القادمة. أنا لن أستقيل، أنا لن أستقيل، لأنه إذا استقلت بعرف أنه البديل ما رح بيكون موجود بسهولة، وراح نصرف أعمال ربما لسنة ربما لسنتين، وهيدي أنا برأيي جريمة بحق البلد وبحق لبنان وبحق اللبنانيين. هل طارت خطة الحكومة؟ وماذا عن استخدام أصول الدولة لإطفاء الخسائر؟ بعد شد الحبال حولها، لازار يعمل على التوصل لتسوية بشأن الخطة المالية وزيارة قريبة للبنان. ريتا نصور أنجليني. بعد توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبعد أسابيع من الخلافات حول أرقام الخسائر ومقاربتها وشد الحبال بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمجلس النيابي، هل طارت خطة الحكومة الإصلاحية؟
سؤال تجدد طرحه بعد الاجتماع المالي الذي عقد في السرايا الحكومية بالأمس. فصحيح أن وزير المال غازي وزني نفى عبر الأو تي في أن يكون قد طالب باعتماد خطة بديلة، مشددا على تمسك الحكومة بخطتها، إلا أن مصدران أعلنا لرويترز أن لازار المستشار المالي للبنان سيحضر إلى بيروت الأسبوع المقبل ليرى ما إذا كان بإمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد. صحيح في محاولات لتعديل الخطة الحكومية، وفي لحتى محاولات للقضاء على هذه الخطة. في بعض المحاولات اللي عم بتكون اللي هي محاولات جدية، واللي هي محاولات إيجابية لتحسين الخطة الحكومية ولسير قدما بها. وفي أطراف أخرى مختلفة هي عندها نية أنه ما يصير في تفاوض مع صندوق النقد الدولي مقدمة لتطبيق المشروع البديل. الحكومة هل هي بصدد التراجع عن خطتها؟ ما بعرف، ما في أحكي عن الحكومة، بس الخطة الحكومية هي القاعدة الصالحة مثل ما حكينا للتفاوض مع صندوق النقد ومع الهيئات الدولية ومع أصدقاء لبنان لتجيب سند لحتى الدائنين ما يرفعوا دعوى. وأنا أتصور أنه إذا لا سمح الله ما مشينا بهذه الخطة، أي خطة بالمستقبل رح تكون كتير شبيهة لهذه الخطة، مع فارق أنه الخسائر رح تكون تراكمت والأضرار الاقتصادية رح تكون توسعت من هلأ لوقت. التعديلات التي بدأ الحديث عنها تتبنى إلى حد بعيد مقاربة المصارف للأزمة وطرق معالجتها كما تقول مصادر معنية للأو تي في، حيث تقوم على استخدام أصول الدولة لتغطية الخسائر. المشروع البديل في جزء منه عم يتطبق عبر ارتفاع سعر الصرف وطبع العملة وتخفيض قيمة القدرة الشرائية للبنانيين، لأنه هذا يسمح بمسح الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وفي مؤسسات أخرى. الجزء الثاني من الخطة البديلة يقوم على الاستحواذ، ما يمكن خلينا نقول مصادرة الأصول التي تملكها الدولة اللبنانية، مش بهدف تنمية مثل ما هو فخامة الرئيس كان حبيب، بس بهدف أخذ مكان الدين العام. يعني بتكون هذه الأطراف اللي استفادت من الدين العام خلال فترة طويلة هي كمان رح تقدر تستفيد بوضع اليد على مقتنيات خلينا نقول وأصول اللبنان. صندوق النقد الذي كان أكد أكثر من مرة صحة أرقام الحكومة محذرا من محاولات تخفيضها، أي موقف سيكون له اليوم في حال الانقلاب عليها؟ أنا ماني شايف خيار آخر للبنان واللبنانيين عن صندوق النقد الدولي، إن كان لنعمل الإصلاحات المطلوب القيام بها، وإن كان للحصول على المساعدات الخارجية اللي نحن بحاجة إلى. أصدقاء لبنان من سادر وغيره يقدروا يساعدونا، كمان بدنا إنه نوصل لاتفاق مع صندوق النقد، والدائنين لما يقيموا دعوة على الدولة اللبنانية ويوثقوا إنه رح يحصلوا الجزء المتبقي من أموالهم، كمان بحاجة إنه نحن نتفق مع صندوق النقد الدولي. يعني أي تغيير بالخطة قد يؤدي إلى تطير خيار صندوق النقد؟ صحيح، وعلى حال هلأ خيار صندوق النقد هو المفاوضات يعني بمرحلة بوز. وفيما تعتبر مصادر معنية للأو تي في أن أي تعديل سيكون هدفه إبعاد كأس الخسائر الكبيرة عن الجهات التي بددت أموال الناس أي المصارف ومصرف لبنان لتحميلها للبنانيين، تؤكد أوساط نيابية العكس، معتبرة أن خسائر القطاع المصرفي هي بالنتيجة خسارة للمودع، وبالتالي فإن أي تعديل اليوم هو لمصلحة الأخير. على وقع ارتفاع الإصابات بعدوى كورونا، تشدد مرتقب بالإجراءات ابتداء من الاثنين المقبل، ومستشار وزير الصحة محمد حيدر تحدث للأو تي في. أولا بالنسبة للإجراءات الجديدة، هو قال على تطبيق القانون اللي أعلن عنه عدة مرات، من الغرام اللي بده يدفعها المواطن اللي ما حيلتزم بالتعليمات وزارة الصحة وتعليمات لجنه الكوارث الوطنيه. خلينا نوضح اكثر بس دكتور محمد، المواطنين يعني اللي ما راح يلتزموا بوضع الكمامه، او المواطنين اللي هن اتين من الخارج وهناك امكانيه او احتمال انه هن مصابين بالكورونا واللي هن عم بيروحوا يخالطوا، على مين الغرامه اليوم الاساسيه؟ وقديش قديش ثمنها؟ يعني قديش هي الغرامه؟ نعم، المجموعتين، المجموعه الاولى المواطنين الساكنين بالوطن اللي ما حيلتزموا بلبس الكمامة بالأماكن العامة أو في الشوارع، حيكون الغرامة هي محددة من الدولة البنك 50,000 ليرة. صحيح، أينما وحيكون الجزء الثاني بالنسبة للمواطنين جايين عبر مطار بيروت، اللي حيلتزموا بتوصية وزارة الصحة أن يكونوا موجودين بأماكن الحجر داخل بيوتهم أو بالأماكن الخاصة. هون الغرامة ممكن توصل لأكثر من 5 ملايين ليرة. 5 ملايين ليرة حتى، نعم حتى ما عاد يشتت على انه
من احد الاشياء اللي عم تم دراستها ممكن يكون بحال سبب واصابات للاخرين وكان في حاله وفاه نروح على دعوه قضائيه ومطالبه بحبس المخالفين. نعم، اذا 50,000 ليره للناس اللي ما بيلتزموا بوضع الكمامات في الاماكن العامه و5 ملايين ليره للاشخاص اللي هن مجبرين انه يعملوا حجر صحي الزامي خاصه العائدين الى لبنان. دكتور محمد، لا قرار باقفال البلد، هيدا الامر صار اكيد. صحيح، لا قرار بإقفال البلد حاليا، لا قرار بإقفال المطار، سيبقى المطار مفتوح ويستقبل المواطنين اللبنانيين. وهون نحن لنقدر نحافظ على هالشرطين، هون بدنا المواطن اللبناني القاطن بالبلد او القادم الى لبنان يلتزم بتعليمات وزاره الصحه للحد من انتشار فيروس كورونا. نعم. يعني قصدي اللي بنشدد على طول عليهم هو الكمامه، التباعد الجسدي او الاجتماعي، غسل اليدين دائما، وعدم التجمعات. نعم. ومشدد جدا على عدم التجمعات. عدد التجمعات طبعا هيدي اجراء كثير اساسي. دكتور محمد، بالنسبه للعدد، يعني اليوم 101 هو عدد صادم، هل هذا العدد طبيعي؟ هل هو مصدر العدوى معروف؟ يعني حسب الارقام 41 او 47 حاله هن معروفين من المصدر او مخالطين. نعم. نحن اعلن الليلي معالي وزير الصحه انه نحن بلشنا عمليا ببدايه المرحله الرابعه اللي هي بنبلش نشوف فيها حالات غير معروفه كالمصدر. اليوم اليوم بهالتاريخ هيدا عندنا 17 حاله غير معروفه المصدر. الترصد الوبائي في وزاره الصحه عم بيحاول يحدد بعده لحد هلا مصادر العدوى، بس اذا بلشت يكثر العدد اللي ما عم نقدر نعرف فيه مصادر العدوى، يعني نحن عم ننتقل للمرحله الرابعه وصرنا عم نسرح اكثر لانه تصير الامور صعبه اكثر واكثر. ونشدد على انه الاسبوع القادم اذا ما تم التزام المواطنين وزياده العدد بطريقه اكثر اكيد المرحله ستكون صعبه. انخفاض ملحوظ بسعر اللحوم المستوردة بعد دعمها من ضمن السلة الغذائية الجديدة، والتفاصيل في اتصال مع عضو نقابة مستوردي اللحوم المبردة محمد المبسوط. الأسعار نزلت اليوم تقريبا بالأسواق كلياتها، لأنه وزعنا على كل الأسواق نحن، نزلت تقريبا 50%. 50% هدول فرق سعر الدولار اللي هو 8000، ونحن اجينا دعم من وزارة الاقتصاد ومن مصرف لبنان على اساس تسعيره الدولار 3900. مشينا نحن سعرنا البضاعه على طلب وزاره الاقتصاد، قديش نحن بدنا مفروض ارباحنا تكون موجوده، ارباحنا ارباح القليله يعني اللي هي توزيعنا نحن، مع جبرونا وزاره الاقتصاد نحط ارباح الملاحم لحتى تكون باسعار متهاونه لحتى العالم تقدر تشتري اللحم. هلا الناس طبعا عم تسال انه هل جوده اللحم المبرده هي منيحه؟ جوده اللحم المبرده ما فيني انا الا اقول لك كثير منيحه، موجوده بالسوق من 20 سنه 25 سنه، نحن بنستورد كميات تلبي السوق. بالنسبه لتقارنيها على المذبوح محليا، هذا صنف وهذا صنف ثاني. نوعيه المبرده هي نوعيه ممتازه لانه معموله بمسالخ معترف فيها، وهي تيجي بكونتينرات مبرده وصالحه وتنفحص بالمختبرات لما توصل على لبنان قبل دخولها على الاراضي اللبنانيه. بس بعض الناس عندهم اشكالات شرعيه، فهل هي المبرده ايضا حلال؟ كله حلال، ما بيجي شيء على لبنان مش حلال ابدا. كل المسالخ بالبرازيل بكولومبيا وين ما كان بساوث امريكا كله مذبوح حلال لانه تصدر على كل الدول العربيه ولبنان ضمنها. بالنسبه للاسعار، هل هناك مزيد من الانخفاض؟ المزيد من الانخفاض صعب لانه تركبت على 3900 ليره وبنيت على سعر الكلفه مع شحن مع تامين مع ارباح ضئيله للمستورد لنا نحن، بنفس الوقت ارباح ضئيله اللي بيبيعوا بالريتيل كالسوبر ماركت والملاحم.
أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بيانا قالت فيه: دأبت إحدى وسائل الإعلام بالأمس على عرض شريط مصور موقع من مجموعة أنا خط أحمر، فيه تعرض شخصي لي على خلفية ملف قيد النظر مني ويتعلق بأحد الموقوفين الذين له علاقة بهذه المجموعة. وأضافت إن استهداف القضاة في الإعلام والتعرض لسمعتهم على هذا النحو هو تجاوز لكل الخطوط الحمر ومحاولة ترهيب القاضي والتشهير به إذا رفض الانصياع لرغبات أحد فرقاء الدعوة، بما يشكل تطاولا فاضحا على سلطات القانون، كل ذلك بحجة الدفاع عما يعرف بالثورة، في حين أن الثورة الحقيقية هي بالتأكيد براء من هذه الممارسات. وختمت: إني أناشد مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزيرة العدل العمل لوقف هذا الانتهاك المتمادي لكرامة القضاة ووقف بث الشريط المذكور تحصينا لما تبقى من هيبة للسلطة القضائية في هذا البلد ولمرجعية القانون. نتابع النشرة بعد الفاصل. عشية عيد القديس شربل، الأو تي في تحصل على الصورة العجائبية الأساسية التي ظهر فيها عام 1950، مع من الصورة وفي أي منطقة موجودة؟ التفاصيل في تقرير عبد الحلو. لدى زيارتك دير مرمرون عنية حيث ضريح القديس شربل، بتلفت نظرك صورة كبيرة معلقة على الجدار قرب الضريح، مكتوب عليها: صورة للقديس شربل ظهرت بعدسة أحد المصورين. لها الصورة رواية، ومن التقطها هو الأخ إلياس نهرة إدي، أحد أبناء جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة. الصورة الأساسية لهاللقطة وجدتها الأو تي في من كم يوم مع أحد الأشخاص اللي رفض الكشف عن اسمه وقال: سأحتفظ فيها حتى نهاية عمري ورح أقدمها لاحقاً لمن يستحقها. هو من سكان كسروين، وهيك بس قولوا عني، ما بدي تخبروا أكتر. أما من هو الأخ الياس اللي التقط هالصورة؟ فهو من مواليد قرية إدي بقضاء جبيل سنة 1908، دخل لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة سنة 1930، وفيما كان يزور محبسة مار شربل بعناية ب 8 أيار عام 1950، وهو عيد القديس يوحنا الحبيب شفيع جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، وبرفقته عدد من طلاب الجمعية وبعض المبتدئين، والأب بطرس شلهوب المرسل اللبناني. طلب الأخ الياس من بعض مرافقيه وهن جوزيف أنطون من عبرين، سمير يزبك من أرطبة، جان بوغصن من دار بعشتار، ومعهم الراهب اللبناني الياس أبي رميا والأب بطرس شلهوب، طلبوا أن يلتقط لهم صورة تذكارية أمام المحبسة. وكانت المفاجأة لدى التظهير، إذ ظهر بوسط هؤلاء الأشخاص صورة راهب مجهول، وتبين لدى عرضه على قدام الرهبانية اللبنانية أنه الشخص الدخيل على الصورة هو الأب شرب المخلوف بالزيت، بالتفاصيل الدقيقة لوجهه ولحيته. ومن هالصورة أخذوا لاحقا تعابير الوجه، وتم رسم صورة القديس شربل اللي بنعرفها حاليا. أسعار الكتب المدرسية نار وشعلانة، وغلطة الشاطر في السنة الدراسية المقبلة صارت بتكلفه 17,000 ليرة لبنانية. التفاصيل في تقرير جورج عبود. ميت حساب وحساب للعام الدراسي القادم 2020-2021. بالسابق كان الطالب يئن من تقل الحقيبة المدرسية عكتافه، واليوم هم جديد على جيبة الأهالي ناتج عن أسعار الكتب المرتفعة بسبب فرق سعر الصرف من الدولار للليرة اللبنانية. كتاب المدرسة هو مرتكز على الورق وعلى الحبر، فوقت بكون سعر الورق والحبر عم يغلى يعني الكتاب المدرسة سعره بده يغلى، وكون الورق والحبر هن مستوردين فكل شيء مستورد عم يندفع بالدولار، هيدا بالتالي بخلي الكتاب يكون سعره أغلى من العادة. كتب الخاصة اللي هي من خلال دور نشر أكيد وطنية، وعم نحكي عن المنهج اللبناني اللي بتعلم المنهج اللبناني، بنتوقع أنه سعره يدوبل. والكتب المستوردة بتخيل هي أكيد سعرها مرتبط بسعر الدولار. الوضع السيء طال بشظايا الكتاب المدرسي الوطني يلي لازم يكون جاهز بالأول من شهر أيلول. نحن كل 4 سنوات أو 3 سنوات بنعمل مناقصة جديدة للكتاب الوطني. هلأ خلصت المناقصة القديمة، خلصت الوقت تبعها، وهلأ نحن عم نشتغل على المناقصة الجديدة. من شي شهر تقريبا أطلقنا المناقصة للمرة الأولى، ما تقدمت شركات على هيدي المناقصة لأنه كان في عندهم مشكلة بقصة شراء الورق وشراء الحبر.
رجعنا عملنا تعديل كتير طفيف بدفتر الشروط، لأنه كنا حاطين كل سنتين بيرجع بينعاد النظر بسعر الكتاب يلي بكون تحدد بالمناقصة. رجعنا عملناها كل سنة أنه بينعاد النظر بهذا الموضوع، وهلأ أطلقنا المناقصة للمرة الثانية. عويجان أكدت أنه المصلحة التربوية بحاجة لتكاتف الجهود لمواكبة التطورات، خاصة إذا كان العام الدراسي القادم مضطرب مثل يلي سبقه. في عنا منصة إلكترونية أطلقناها من شهرين، عم نحاول نطورها أكثر ونزيد عليها الموارد التربوية، عم نحاول نشتغل على تدريب المدربين حتى يقدروا هن بدورهم يرجعوا يدربوا الأساتذة والتلاميذ والأهل، عم نشتغل على برنامج للدعم النفسي الاجتماعي، وموضوع كتير أساسي حاليا عم نشتغل عليه اللي هو تحديد الكفايات المستمرة والكفايات الأساسية للصفوف. كمان هون يمكن موضوع الشراكة بين الوزارات وبين المؤسسات المعنية كرمال بدء العام الدراسي هو ضرورة، يكون عنا انترنت مجاني لبعض المواقع التربوية هي ضرورية، يكون كل تلميذ كل أستاذ عنده التجهيزات الأساسية كمبيوتر باد حتى يقدر كمان يشتغل ويتواصل عن بعد، كمان هيدا أساسي، لأنه واضح أنه نحن رايحين على عام دراسي منه كتير طبيعي، ممكن يكون في حضور بالمدرسة، ممكن الحضور يكون كامل، ممكن يكون جزئي، ممكن يكون تدريجي. الغلا ما بيقتصر على الكتاب فقط، دخول العام الدراسي منه فقط القصة المدرسة والكتاب المدرسة، كمان في عنا الحقيبة المدرسية والقرطاسية بحد ذاتها، فيمكن هيدا موضوع كمان لازم نتنبه له، لأنه غلى سعر الورق والأقلام وكل الأمور الأخرى هي رح تخلي القرطاسية كمان تغلى، وتقدير صغير تبين أنه هيدا القرطاسية بيتراوح سعرها يعني بين 500 للمليون ليرة حسب الصف وحسب نوع الأشياء اللي نحن بدنا نشتريها. بجولة على بعض المكتبات لاحظنا أنه القرطاسية الأساسية يلي ما في مهرب منها للطالب أسعارها بتكوي كوي، فعلى سبيل المثال دفاتر الفروض المنزلية من 30,000 صعودا، مبراية قلم الرصاص 25,000، قلم الحبر أو الستيلو 80,000، أما غلطة الشاطر فصارت اليوم بتكلف 17,000 بدل الألف للتيب أكس. أخبار إقليمية ودولية بعد الفاصل. نواصل النشرة. يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي السعودية وإيران على التوالي الأسبوع المقبل خلال أول رحلة خارجية له منذ استلام منصبه، وبحسب ما أكد مسؤول حكومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيستقبل الأحد في بغداد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أن يتوجه في اليوم التالي إلى السعودية على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية. ومن المفترض أن يلتقي القاضمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لفت وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. كشف المرشح المفترض للحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات رئاسة جو بايدن أنه تلقى تقارير من المخابرات وتم إبلاغه بأن روسيا تواصل محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في تشرين الثاني المقبل. ولفت في كلمة لأنصاره خلال حملة عبر الإنترنت لجمع تبرعات لحملته إلى أن الصين تقوم أيضا بأنشطة تهدف لجعلنا نفقد الثقة في نتيجة انتخابات 2020، مشيرا إلى لأننا نعرف من قبل وأؤكد لكم أنني أعرف الآن لأنني أحصل على إفادات من جديد. الروس ما زالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية. وحذر بايدن من أنه إذا استمر الروس في التدخل فسيكون هناك ثمن باهظ يدفعونه إذا فاز في الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا صباح السبت، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء التي أعلنت لاحقا تمكنها من تطويق النيران.
ويأتي ذلك بعدما يزيد على عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما، وقد تمكنت فرق الإطفاء من تطويق حريق نشب في كاتدرائية مدينة نانت وفق ما أعلنوا منذ بعض الوقت، والأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعوا OTV دوما عبر الموقع الإلكتروني otv.com.lb وصفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.